الرحمن الرحيم، كريم يحيى، بلعب في الأهلي فرقة الشباب مواليد 98، بلعب في مركز باك رايت. أنا بدأت الأول في مدرسة كابتن خطيب، مدرسة بي بوتين، كان عندي 6 سنين. رحت لعبت في المدرسة، وبعد كده في واحد صاحب والدي قال لوالدي يعني في اختبارات نادي الأهلي مع كابتن بدر رجب، فروحت اختبرت يعني، والحمد لله كابتن بدر شافني واخدني النادي. انا كنت نازل يعني، كنت صغير بس عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف يعني النادي الاهلي، وعارف يعني ابقى داخل من باب النادي الاهلي، وحلم ان انا العب في الاهلي. فكنت نازل بموت نفسي على كل كوره عشان ده حلمي، ما فيش غير الفرصه دي. فالحمد لله يعني نزلت، والحمد لله يعني اكلت النجيله بمعنى الكوره يعني. فجي الكابتن بعد الاختبارات اما جه اتكلم معايا وقال لي انت هتكون موجود معانا من دلوقتي بس، وبدات بقى من ساعتها وانا موجود في النادي يعني. الحمد لله حسيت بفرحه يعني مش عاديه، داخل النادي الاهلي يعني، احسن نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي مصر طبعا. فداخل في فرحه مش طبيعيه. فكان حلم ليا ان انا اخش من سوري من باب النادي الاهلي يعني. انا طبعا كل مدرب اتمرنت معاه ليه فضل عليا كبير بعد ربنا طبعا، من اول كابتن بدر لحد كابتن عادل عبد الرحمن. تمام، وكابتن عادل عبد الرحمن طبعا بالنسبه لي كأب واخ ومدرب بتاعي في النادي. الحمد لله يعني كابتن عادل يمكن طور فيها حاجات كتير جدا، ككوره وكشخصيه، ودايما بيتعامل معايا ومع اللعيبه كلها على اساس ان احنا لعيبه درجه اولى مش لعيبه شباب. محاضراتنا دايما محاضرات لعيبه كبار، محاضرات محترفه. فكابتن عادل طبعا مطور مننا بشكل كبير جدا يعني. طبعا كابتن عادل يعني بيشتغل معانا من الناحيه النفسيه، ككل لعيب، انت لعيب درجه اولى، انت لعيب النادي الاهلي درجه اولى. محاضرات الفيديو اللي بيعملها لنا بعد كل ماتش بيقول كل واحد اخطاه ايه، بيقول له واحد، ودي يمكن من الحاجات اللي بتطور مننا كلنا يعني، ومننا شخصيا. بيقول لي التحرك بتاعك هنا انت بتعمل دي كويس، نطور منها. فكابتن عادل طبعا وفي الملعب كمان بيشتغل معايا في الملعب كناحيه تكتيكيه، كشغل الباكرات كله كابتن عادل يعني محفظه لي الحمد لله يعني. الحمد لله موصلني لدرجه عاليه يعني، يمكن في الماتشات انت واخد بالك. يمكن اول مكافاه كانت زمان خالص ايام كابتن امين عرابي، ما كانتش مكافاه، كان مرتب 60 جنيه بس. دي يمكن اول فلوس اخدتها من النادي الاهلي يعني. والدي ووالدتي ليهم فضل كبير قوي عليا من اول ما دخلت النادي، وفي الدراسه وفي الكوره. فيمكن هم السبب الرئيسي ان انا ابقى موجود في النادي لحد دلوقتي. طبعا انا بشكرهم طبعا اللي عملوه معايا. النادي الاهلي طبعا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، زي ما قلت لك حلم يعني، حلم ان انا اخش من باب النادي الاهلي. فانا مبسوط جدا طبعا ان انا متواجد في النادي الاهلي، ونفسي كمان ابقى متواجد في الفريق الاول على طول مستمر، والعب اساسي في النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بالنسبه لي ككل حاجه في حياتي يعني. فانا كتمرين كماتش بحاول اموت نفسي في كل حاجه عشان خاطر اخدم النادي يعني. انا طبعا مثلا الاعلى هنا في مصر كابتن احمد فتحي طبعا، وبره كان داني ألفيس. كابتن احمد فتحي يعني يعتبر في كل حاجه متكامله يعني، كلاعب كوره وكظهير ايمن كمان. فيمكن اكتر حاجه كمان عجباني في روحه يعني، روحه دي اللي بتخليني حتى وانا بتفرج من بره حاسس ان انا عايز انزل العب. فدي اهم حاجه يعني في كابتن احمد فتحي، غير طبعا واجباته اللي بيعملها في ناحيه اليمين دي، كل دي حاجه متكامله يعني ما شاء الله. حياه لعيب الكوره بالذات في لعيب النادي الاهلي بتبقى صعبه جدا، لان انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي مصر. فالطبيعي ان انت لازم تبقى على طول عالي، ما ينفعش تنزل ثانيه واحده لتحت. فانت الطبيعي عشان تبقى عالي دايما محتاج فيه عوامل خارجيه، عوامل في بيتك، عوامل في نومك، في اكلك، في الطريقه اللي انت بتتعامل بيها بره، في طريقتك جوه النادي. دي كلها حاجات بتفرق معاك انك تخليك لعيب كبير في النادي الاهلي. فدي اهم حاجه يعني، لازم تبقى فيها عوامل خارجيه اللي هي اللي انا لسه مكلمك فيها دي اللي هتخليك كويس في الملعب. اقول لك كابتن احمد فتحي يعني انت قدوتي يعني في الملعب، ورب يعني تفضل على طول في تألق، وتفضل تحقق الانجازات اللي انت حققتها في الكوره اللي محدش عارف يحققها يعني. وكابتن حسام غالي بقول له ان انت قائد يعني قائد النادي الاهلي وروح النادي الاهلي،
فطبعا الواحد زعل ان انت اعتزلت يعني، فكان نفسي ان انت تكمل كمان. وكابتن ابو تريكه الماجيكو طبعا كان نفسي ان انا العب معاه، وكان نفسي انزل معاه الملعب. فكابتن ابو تريكه حاجه كبيره جدا يعني ان انا العب كاس عالم للانديه مع النادي الاهلي، وطبعا ده هيجي من بطوله افريقيا. فحلمي ان انا العب فوق مستمر في النادي الاهلي اساسي، يعني العب افريقيا. نفسي العب كاس عالم للانديه مع النادي الاهلي، ده حلمي. طبعا اشكر والدي ووالدتي طبعا على دورهم معايا، ان هم يعني فضلوا مساندني في اصعب الظروف، ان هم يخلونا متواجد في النادي الاهلي. وطبعا بشكرهم من خلال قناه النادي الاهلي يعني النادي الاهلي. اول طبعا للكابتن عادل عبد الرحمن، انت طورت في كريم حاجات كتير جدا ولسه هتطور يعني اكتر. فحضرتك ليك فضل كبير قوي عليا كجوه الملعب وخارج الملعب يعني كنصائح. اللي بيميز لعيب النادي الاهلي ان انت النادي الاهلي على طول لازم تبقى كسبان، لازم يبقى روحك عاليه، لازم تبقى على طول في فورمه عاليه، ما ينفعش تبقى زي لعيب اي نادي ثاني. النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص عن الانديه اللي موجوده في مصر كلها، فالطبيعي ان انت لازم تبقى على طول عالي. انتظر كريم ان شاء الله، يعني باذن الله احاول اموت نفسي عشان اخدم النادي الاهلي، وانا مستني فرصه ان شاء الله. واوعدكم ان انتوا هتشوفوا يعني كريم في مستوى عالي، وان شاء الله نفرح نادي الاهلي على طول.